هلا الحي خصوصي حي الشيخ مبسوط المعروف بحي المقاومه اللي قاومت واللي كانت هي يعني قلعه الصمود وقلعه المقاومه اللي كانت الجابهه الاماميه لحمايه حلب كلياتها. للاسف هي مو المره الاولى يعني الحي عبين حصلت هالحصار. الحي يعني كل فتره بين الفتره والفتره نحن بنعاني من هيك حصارات من قبل الفرقه الرابعه ومن حكومه دمشق كمان، بس صار مدة يعني عهد رمضان. أول شيء نحن قبل الحصار كان في تعجيزات كثير كثيرة يعني من قبل الفرقة الرابعة على البضائع والمواد اللي بدها تفوت على حي الشيخ مرسول. هذا الشيء كمان بيدل إنه الضرائب الكثيرة اللي عم بتضرب الفرقة الرابعة على المنتج يعني على السلع، هذا اللي بيأدي لما السلع لبين ما توصل لحي الشيخ مرسول فوق الأزمة الاقتصادية اللي نحن عايشينها عم بيأدي لغلاء فاحش كثير كبير للمواد الأساسية والمواد الغذائية كمان. هذا الشيء كله بغنى يعني مع انه الشعب عم بيعاني من كل هالازمات الاقتصاديه، بس صار له فتره كمان حصار جائر على احياء الشيخ مخطوط الاشرفيه وبني زيد. هلا قطع الطحين، قطع المواد الاساسيه، قطع السكر، حتى قطع حتى شفتي هلا نحن كمان قبل الاعياد في مواسم ورشات عمل، يعني ورشات عم تشتغل وفي عوائل عم بتعيش من وراء هالورشات، حتى عم بيمنعوا القماش كمان يفوت على الحي. بس الماده الاساسيه هي انه منع الطحين من يعني منع الطحين انه يفوت على الحي. هذا الشيء كمان صار كم يوم نحن عم نعاني من ازمه خبز، وللاسف شفتي يعني دنيا رمضان كمان والشعب يعني هون في كم هائل من الشعب كمان بحي الشيخ مبسوط، لانه هو حي محتضن جميع الفئات وجميع المكونات، واغلب يعني لانه فيه امان واستقرار اغلب الشعوب بتلاقي انها تتوجه لحي الشيخ مبسوط. نعم. يعني أستاذة هيفاء برأيك لماذا حيي الشيخ مقصود والأشرفية تحديدا، وأيضا ما الذي تريده الحكومة من هذا الحصار؟ أول شيء الحكومة اللي بتريد من هالحصار هو أنه رضخ أنه الإدارة الحي أنه يمكن ترضخ لقراراتها أو شيء. ثاني شيء لأنه في أمان بالحي وفي استقرار أكثر وفي يعني يعني في يد عامله اكثر بالحي. الحي شوي اقتصاديا يعني كحي الشيخ مبسوط هو كاقتصاديا وكامان كاداره ككل شيء هو يعني ظروفه احسن من الاحياء الموجوده بحلب احياء الثانيه. هون ضمن الاداره الموجوده بالحي يعني كاداره هو همه يعني عم بيدير الشعب، همه الشعب لانه الشعب بحد ذاته عم بيدير هالشعب، لانه هالحي كمان شفتي انه شوي منفصل عن شمال شرق سوريا كمان، بضغط على هالحصار اللي عم بيصير على حي الشيخ مبسوط على حي الاشرفيه بحق يعني الاداره حابين يضغطوا على الاداره الذاتيه بحي الشيخ مبسوط. نعم، أشكرك على هذه المداخلة هيفاء حسن ناشطة مدنية كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك.